اما هلا ليا وصلنا لفقره يمكن مهمه بتهم كثير من الناس اللي عم يتابعونا، بتهمنا قديش فينا اليوم فعلا نركز على ذاتنا نطورها، قديش فينا نطور مهارات نفسنا. بس المشكله المحيط بيلعب دور وتاثير كثير سلبي، لانه المحيط ممكن يكون حافز وبنفس الوقت يكون ياثر عليك سلبا. دائما في نقد سلبي، دائما في ملاحظات، دائما الكمال لله. فينا نطور ذاتنا، فينا نعمل كثير اشياء مهمه لنحس براحه نفسيه وصحه كامله. نحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا الاخصائيه الاجتماعيه شفاء صوان. يسعد صباحك. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. يا صباح الخير. يا صباح الورد. بالبدايه خلينا نحكي، اليوم نحن كثير بحاجه الى الكلمه الحلوه، بحاجة للدعم، بحاجة لبعض. كيف فينا نكون سند لبعض؟ كيف فينا نكون حد بعض ولو بالكلمة الصح؟ هلا ستيفن كوفي بيقول دائما خد طقسك معك، احمل طقسك معك، حتى لما بيكون الطقس مغبر مغيم في قصص كتير، فخليني طقسي الإيجابي أنا أنقله للناس، أنا خليني يكون أكثر يعني اتفهمهم احتويهم. مو أكيد ممكن الأوقات نحن فينا نكون برتم واحد أو بنكون بسلام دائما، أو اوقات في شغلات بتزعجنا بتضايقنا، ضغوطات معينه بتخلينا، بس حلو انه نحب بعض، نتحمل بعض، نقدر بعض، نضع نفسنا بمكان اي شخص. يعني عم نلاقي الناس باي لحظه ممكن عم تنفجر على بعض بلحظات معينه، هي عم بضغط بشغلها بحياتها بكذا، بتجي واحد غريب بالشارع بتنفجر عليه، فهذا كثير لازم ضروري نقدر بعض. يعني لما حدا دعم بعض، يعني اشرت لنقطه دعم بعض. تمام. دائما الاخر مثلا تكوني عامله شيء، يمكن شيء بسيط، يمكن شيء ما له طعمه، بس انت حبيبتي تأثر عليك بشكل كتير إيجابي، الآخر بيلغي لك هيدا الإيجابي، بيقول لك يعني ما انك عامله شيء مهم، لا بشوفه مهم لأنك أنت حابه. تمام. قد هي النقطة بتلعب دور؟ يعني في كتير من الناس مثلا تكوني عامله شيء بتقول لك انه مو ظابط لو عملتي هيك، لا دائما في نقد، دائما في سلبية بالموضوع. أي إنجاز في تحطيم لبعض تفاصيله من خلال المحيط. هلا حتى بعلم التربيه بيقولوا القط طفلك هو عم يتصرف تصرفات ايجابيه، كمان القط والناس هن عم يشوفوا شغل، عم يساووا شغلات ايجابيه. نحن مشكلتنا لما الناس بتساوي شغله سلبيه حوالينا بنضوي عليهم، ويعني على فكره شعور العار من الطرفين يعني كثير بشع. اما اذا انا ضويت عليه للاشخاص لما بيعملوا شغله ايجابيه واشكرهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني كل ما قدرنا الاشخاص وشكرناهم وقدرنا جوهرهم وشفنا الاشياء الايجابيه قد ايه، مثلا ممكن اشخاص عملوا معنا شغلات ايجابيه كثير، اجوا موقف واحد انا بغفر لهم بسبب المواقف القديمه اللي كانوا معي، فانا ما بشوف الموقف نفسه، بشوف ما قبل وما بعد. وانا دائما العلاقه لازم تنبنى مستدامه على القيم والمبادئ، هي لما بتنبنى على القيم والمبادئ عن جد بتكون مستدامه مع اي شخص بالعالم. يعني حتى عابر طريق رح الواحد يكون معه بحالة كتير حلوة وإيجابية، وحتى إذا التقى فيه مرة تانية ومرة ثالثة أو ما التقى فيه، بيضل فيه دعوات حلوة أو أمنيات بالخير لهذا الشخص اللي التقيت فيه وعمل معي شغلة حلوة أو معروف صغير أو شغلة أو خدمة بالشارع بجوز ما شوفه هذا الشخص. فكتير حلو ندعم بعض ونساعد بعض، أي حدا بيقدر يعني يزكي عن علمه عن ماله عن ثقافته عن وعيه، يحاول يساعد الأشخاص اللي حواليه، يحاول يعني. نحن هلأ بما أنه الماديات مو كل الناس قدرانة عندها مادة، كل واحد عن جد أنه كمان الزكاة تطهير وتنظيف، يعني اللي بيقدر يعلم الناس يعلم، اللي بيقدر يساعد الناس يساعد، اللي بيقدر أي شيء يساوي إيجابي عن جد أول حدا حيعود عليه هذا العائد هو نفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، يعني أنت لما بتقدم لأي شخص بالحياة خير فأنت رح توجده بحياتك وبحياة أولادك، وهي كارما. كل ما الإنسان عززه أكثر بحياته حيلاقي بأولاده حماية ورعاية وبتيسير بواب الحياة، والخير بتنفتح له من كل جانب، بواب الشر بتتسكر. طبعا كل ما كان الإنسان مؤمن بهذا الشيء أكثر عن جد، كل ما الحياة عن جد فتحت له من أوسع أبوابها وتسكرت بواب الشر وفتحت كتير بواب حلوة بحياته بسبب هي الكارما الخير اللي هو عم يعملها. نعم. شفاء، يمكن كل حدا فينا هو بيمتلك هوايات وبيمتلك مواهب بيمتلك قدرات حتى ينجح بمجال هو بحبه، ولكن بنشوف دائما يمكن ظروفنا صعبة، في ظروف ما بتقدر تحقق لك أو الواقع ما عم يقدر يستجاب لطموحك يلي أنت حابة توصلي له. اليوم نحن كيف فينا ما نستسلم للواقع، ما نستسلم للظروف، ونبحث دائما ونطور مهاراتنا؟ سؤال كتير حلو على فكرة، وفي ناس كتير بتتحجج أنه عنا والبلد والظروف وكذا. لا، أنا بقول نحن هلا بعصر الانترنت بكبسه زر بتجيب اللي بدك اياه، بكبسه زر بتتعلم المهاره اللي بدك اياها، بتتعلم صوفه، بتتعلم رسم، بتتعلم تصميم الورق، بتتعلم انك تساوي مهنه على ايدك بدون اي شيء، تتعلم تساوي ادوات تجميليه، قصص، شغلات،
الاكسسوارات كثير مهم انه نحن بكبسه زر فينا نتعلم اي شيء. هلا ما في حجه لانسان حتى بالشغل وبالعمل وبالمنحات الدراسيه وبالقصص اللي عم تصير كمان بكبسه زر، اللي بيبحث بيوجد الشيء اللي هو بده اياه، من اراد وجد الاسباب ومن لم يرد وجد الاعذار. كل انسان بيدور على شيء رح يلاقي، رح يلاقي الف سبب ليوصل لهذا الشيء، وكل انسان ما بده هذا الشيء او عم يتكاسل ويتحجج ويستسلم للظروف دائما الخوف. سلف كثير ناس بتتابعنا بتقول انه لا مش قادره، يعني بتقول لك هيدا الحكي نوعا ما تنظير، يعني بتقول لك فعلا عندي ظروف قاسيه، فعلا انا ماني قادر، يمكن هي قديش فيني العب على تفكيري، يعني تمام. فيني انا اغير تفكيري بطريقه مختلفه، تمام. غير هي العاده نوعا ما، بس ما فيني مثلا بلحظه او بموقف ما غير هيدا التفكير، بدي مثلا بعض النصائح او بعض الخطوات لكثير من الناس اللي عم يتابعونا انه هذا الحكي حلو بس انا ماني قادر نفذه. تمام. هلا مثلا بجوز الواحد عنده ظروف ماديه صعبه او عم يقدر يشتغل وقت كثير بحياته، بس حلو لما يخصص ساعه من نهاره بالبحث بتطوير الذات، ساعة يعني ساعة بحياته للقراءة لأشياء تانية، غير هلا بيقول تعبان وأنا فارط وهلكان، أصلا الحزن بيتعبك أكثر، الخوف بيتعبك أكثر، الخوف إنك تخطو أي خطوة بحياتك هي بتخليك تفشل، لا افشل وتعلم من فشلك ورد، يعني اطلع من الشيء اللي انت فيه. وكثير عنا مثل ما قلت والله في كثير فرص، انه اذا حطينا ببالنا انا عندي هوايه معينه ومهاره، يعني الي صديقه اخوها قاعد بالبيت درس بالجامعه وكذا ما لقى شيء اللي بيحبه، هو هوايته كان برسم الانمي، فهو كان مبدع، فشركة يابانية تبنته، يعني تخيلي هو قاعد ببيته بقلب الشام. يعني الفكرة انه نحن لما بدنا شيء، بس هو ضل قديش يرسم وقديش يشتغل على حاله اكثر من 5-6 سنين هو هذا الشاب، بس هو حاطط بباله في عم يشتغل على حاله، قانون الجذب، هو قاعد عم يشتغل على حاله، عم يفكر شو البلد المناسبة لهذا الطموح، شو اللي حيدعم مهاراته، صار يشوف برامج على اليوتيوب، يشوف الرسم كيف يطوره. يعني دائما نحن اذا ردنا بكبسه زر عن جد، يعني اوقات حتى دورات الانجليزي صار في الواحد بقلب بيته اذا ما كان فاضي عن جد يستثمر بهذا الشيء، تمام، يتعلم. نعم. يعني شفاء خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، نحن من اولادنا من نحن وصغار دائما بنركز على العلم وبنبعد عن الابداع تماما، ان كان بالموسيقى ان كان بالرياضه ان كان بالرسم والى اخره. اليوم نحن قديش فينا انه نكون صح مع اولادنا من خلال انه لا نحن نامن لهم فرصه او وقت لحتى هن يشوفوا إبداعهم بمكان تاني، طبعاً. لحتى ما يلتزموا بس بنقطة واحدة اللي هي العلم. بالصيف كمان بعد سن 15 قديش مهم إنه كمان ينزل على شغل يحس بقيمة المصاري بقيمة العلم لحتى يحس طبعاً فيها أكثر. خلينا نحكي هاي التراتبية إنه نحنا نحسس الولد والطفل والمراهق بقيمة الحياة وقيمة المهنة وبالمسؤولية. حتى يعني أنا لما بقعد مع ابني المراهق أو الطفل يعني وبقعد بسمعه، يعني حتى مرة أحد الأطفال إجا قال لي بدي بيع حلو هدول بالعيد وكذا، أنا دعمته مع أنه حرام فشل وزعهم كلهم لرفقاته، بس هو بالنهاية سوى، بس قديش تعب، أنا زعلت على تعبه، بس أنا انبسطت أنه هو عنده شيء حب كان يساوي لو فشل. أنا قلت له معلي لو فشلت بس أنت خلص ساويت شيء كان جاي على بالك تساوي. وبعدين على فكرة حتى حسيته بالجبران أنه أنت وزعتهم بالنهاية، فرحت قلوب ناس، فانت ما تخاف، يعني مش شغله انه عملنا مصاري، مش الحلو انه نحن نسعد الاخرين. يعني فكتير مهم انه ندعم اولادنا شو ما كانت الفكره بالنسبه لنا كاهل انه مجنونه او غير مقبوله اجتماعيا او 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 او، خليني انا ادعم ابني بالشيء اللي انا عن جد بامن فيه، لانه لما بنامن عن جد باولادنا عن جد بيطلع معهم شغلات كتير حلوه. مثلا رسم معين قد ما كان بسيط خليني ضوي عليه وحطه على الفيسبوك واقول لرفقاتي انه يا الله شو رسم حلو، يا الله كذا، كتير حلو انه حتى مثلا اذا ساوى اي شيء او اي تصرف عن جد نضوي عليه ونحاول ونشوف المكان المناسب. مثلا بالموسيقى لقينا صوته حلو، لقينا بيعرف يعزف، مثلا بالبيانو ادنه عن جد احنا اوقات في ناس ادنهم بتكون موسيقيه، الله اعطاهم هي الموهبه عن جد. اذا اكتشفوا الاهل مثلا حطته بمعهد موسيقي، بمعهد خطاط لتعليم الخط، رسم، هوايات ثانيه كثير حلوه، اولا بتكون في تفريغ
بعدين الشخص يلي بيمتلك الفن بيمتلك روح بالحياة، يعني اصلا يعني الفطرة والكون مبني على الفن، يعني على الاشكال، على الموسيقى، على يعني على عصافير موسيقى، اي شيء بالحياة، الشلال، يعني كل شيء بالحياة نحن خليه يستمتع بالاذن. كثير هي قديش بتأثر على تنمية ذاته، يعني تنمية شخصيته، قديش فيني فعلا تطور مهاراته، لانه احيانا بتلاقي بيقول لك لانه في عندنا ظروف خاصة وصعبة، بتلاقي حرام الولد هو مفشش الاهل، بدل ما انا مثلا ادعمه او فعلا اقدر اطور له مهاراته، بيكون هو الاثر يمكن السلبي الاكبر على الولد بنفس تماما الوقت. حتى مثلا راقب معه قطه، راقب سمكه، راقب نمله، علمه وتعلم منها. هي شغلات على فكره الناس بتقول انها لا هي ابدا ما لها سخيفه، كثير حلو الولد اي شيء بالطبيعه، بتشوفي الورده كيف تتفتح، تشوف قديش الظروف صعبه مثلا ما عم تنصقها كثير، بتشوف قديش طلعت، معناتها الانسان بيقدر يساوي. عن جد فينا بكل يوم نعطيه عدد كثير كبير من الدروس، دروس الحياه، دروس المحبة، الفطرة، الطبيعة. بس إذا أنا فهمت وقعدت معه، نحن مشكلتنا ما عم نحاور أولادنا، نحن حاطينهم على الموبايلات أوقات أو على التلفزيون مشان نخلص منهم. حلو الولد يسأل، ما في سؤال ممنوع للأهل، لكل سؤال جواب بالعمر اللي أنت بتلاقيه مناسب لهذا الطفل يعني. بس المهم أنه نجاوبه، نحاور ونحكي معه، لأنه الولد لما بيوصل لهي المرحلة من العزلة بصير يعني تصرفاته سلبية، بصير بجننك لما بيجوا رفقاتك لعندك، أو لما بتطلعي على الشارع بخجلك أنه بيبكي وبيعمل تصرفات كذا. هي كلها هي دليل على عدم الإشباع العاطفي وعدم التفهم، واني انا مثلا اوقات عم بعطيه كل شيء لما عم يبكي، لا انا بقول له انه انا مثلا هلا ما فيني اعطيك، انا هذا فهمه بعامله من 5 أشهر. على فكره الولد بيعي شو الاشياء السلبي والايجابي، حتى لو اذا حطينا لعبتين، لعبه عدوانيه على لعبه، الولد بيختار اللعبه الطيبه يعني، وهي على مستوى العاب، كيف على مستوى اشخاص، فهي من عمر 5 أشهر. فنحن من 5 أشهر، من عمر اكثر من هيك نبلش نحكي معه ونفهمه بالقراءه، نمسك كتب، انا بدي ابني يقرا وانا عم اقول له اقرا اقرا ودروس، لا خلي الام يشوف ام قارئه، هو لحاله بيحب القراءه، يشوف ام تستمتع بالموسيقى، بتستمتع بالمناظر، بتعلق على اشياء بالطبيعه حلوه، بتتعلم دروس من الحياه، الولد لحاله تكتيكيا بدون ما افرض عليه لا يتعلم ولا يدرس، بيشوف نجاح امه وابوه بحياتهم بسبب الدراسه، بسبب تركيزهم على شغلهم وكذا، هو لحاله بصير لا اراديا، الا اذا كان مهمل بينتقم منهم بفشله. بس اذا كان مدعوم ومحبه وعم يتشارك، الاب عم يقول له شوف شلون هيك بالتجاره مثلا، شوف انا شلون بالزراعه، شلون انا كذا، شلون عم ساوي هيك، شلون عم بعمل هيك، ضروري ندعم الاولاد عن جد، مثل ما كانوا ستاتنا وجداتنا على فكره اذا بتتذكروا، انه لما كانوا لما بيطبخوا بيحاكونا شغلات وكذا، بيقولوا لنا لا هيك هي وهي كذا وهيك البذره وهيك ما بعرف شو، فكتير هي الشغلات الحلوه لهلا نحن بنتذكرها يعني. ليش؟ لانه ستاتنا وجداتنا اعطونا من الوقت والحب اللي هن عم يعلمونا فيه بشغلات كتير بسيطه بالحياه، فعن جد حلو كتير انه نستثمر اولادنا بابسط الامور لحتى عن جد ناخذ منهم افضل الامور واكبرها واجملها. الله يحمي اولاد الكل يا رب، وان شاء الله الجيل الجاي يكون هيك جيل لمستقبلنا الحلو يا رب. امين يا رب. بنشكرك اكيد شفاء صوان الاخصائيه الاجتماعيه على وجودك معنا، شكرا كثير. يا ميت هلا، يسعد صباحكم. شكرا، يسعد صباحك.